استاذ رائد تسمعني؟ حياك الله، اقول ايش ورطك ويا الحكومه بهذا الموضوع؟ وتفضل يعني وصل رسالتك عبر البرنامج، تفضل. اكو مشروع بالعمرية السكني وذهبت الى الوزارة حتى اتحقق من هذا المشروع. وبكتها استقبلتني موظفة قامت العفو بالشرح عن الموضوع وقالت هذا المشروع جدا جيد وبمتانة والمواد المستخدمة من افضل المواد، طلعت لنا خرائط من العفو من خلاط مال الشقق وقالت هذا سقوف ثانوية وبعوازل، يعني سوت لنا اياها مثل ما يقولون شقق الاحلام. نعم هذا الحكي احنا نتعاقلت بال 2013. نعم قالت لنا 2017 ان شاء الله تستلم مفتاحك تروح تقعد بالشقة. نعم وانت حضرتك شفت الصور وشفت المجمع الهيكل، يعني بس مجرد مسوي لنا كم دنقه وهز سقف فوقها. نعم مثل ما حضرتك شفتهن. نعم بالتصوير. نعم احنا موظفين. نعم الموظف عنده بس الله سبحانه وتعالى وهالراتب هذا. نعم انا موظف بالتربيه احسب 30 يوم حتى استلم راتبي. نعم انا موظف ما عندي امكانيه اقدر اشتري بيت. هسه انا حاليا اللي داحجه قاعد ايجار. نعم. وظل املي بهذا المجمع حتى يكمل. كل ما نروح نراجع يوميا مثل ما قال الاستاذ مشرق. العفو مره طلعونا جواها اكو اثار، مره بير نفط، مره الشارع يقصهم، يعني انا ما اريد اطول لك بالكلام. نعم. بس احنا نريد نعرف استاذ يعني هو منو المستفيد؟ منو المستفيد بان المشروع مالنا ما يكبر؟ نعم والمشروع مالنا ما ينجز حتى الموظف اللي دخل بسيط يقعد بهذا المشروع. زين عندي سؤال استاذ الفاضل. نعم سؤال، احنا من قدمنا قالوا اموالكم محفوظه بالمصرف. نعم يعني وينها؟ نعم وينها؟ اشواني يعني اربع وزراء اربعتهم ما حسوانا شيء، ووحدة من الوزيرة، الوزيرة العفو كانت آن قالت لي حرفيا قدامي روح اشتكي علينا بالمحكمة. زين استاذ احنا نريد من خلال قناتكم هاي ان يوصل صوتنا لرئيس الوزراء. نعم. لانه الوزراء الصارة وكلهم ما حد ما سوانا شيء. نعم حتى هاي الشركة شركة السية ما سمعنا بها احنا من قبل، ولا نعم. هي قبل لازمة كانت شغل. نعم طيب زين عين استاذ وصلت يعني احنا نعم نعم استاذ رائد انا لين وقت انتهى وصلت الرسالة. وهذا الاسبوع راح احاول اوصل صوتكم الى الوزيرة الجديدة واستضيف يعني السيد محمد صاحب الدراجي. احنا نريد احنا استاذ الفاضل. نعم احنا نريد من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. نعم ثاني شيء من قناتكم هاي الموقرة يوصل صوتنا. نعم يوصل ارجاع المبالغ انه. نعم نعم وصلت اما اكمال الشقق. جميل وصلت استاذ رائد طارق، شكرا جزيلا لك احد المشترين في مجمع العامري السكن، شكرا جزيلا لك.